السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتحدث عن قوة التأثير عن بعد. لنبدأ، قوة التأثير عن بعد. ما هي قوة التأثير عن بعد؟ هي قوة لا يتطلب تأثيرها اتصالا بين مصدر القوة والجسم المتأثر. يوجد لهذه القوة ثلاث حالات أمثلة عليها، دعونا نراها ونتعرف عليها. 1- قوة الجاذبية الأرضية. 2- القوة المغناطيسية. 3- قوة الكهرباء الساكنة. دعونا نتعرف على قوة الجاذبية الأرضية. الأرض عندما يسقط شيء عليها فإنها تجذبه نحوها. لنرى مثالا، يوجد هذه الدمية، سوف أتركها، فإنها سقطت على الأرض وإن الأرض أثرت فيها عن بعد. حسناً، 2- القوة المغناطيسية. إن المغناطيس يجذب الحديد دون ملامسته. لنرى كيف. مثلاً يوجد هنا عندي الدبوس، سوف أضعه على الطاولة وهذا المغناطيس. أرأيتم كيف أن المغناطيس أثر في الدبوس عن بعد وجذبه نحوه. ثالثاً، دعونا نتعرف عن قوة الكهرباء الساكنة. مثالاً، عندما أأتي بهذا البالون وأدلكه في شعري، أرأيتم كيف؟ أرأيتم كيف أن البالون أثر في شعري عن بعد وجذبه نحوه؟ شكراً لحسن استماعكم، فانا غندور.